أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. أنا الدكتور عبد الرحمن محمد الشربيني، فلسطيني من لبنان. والدي الله يرحمه كان في لبنان، من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحضر للكويت في 1955 هو والدتي. ومن هذاك الوقت وأنا في الكويت، تربيت في الكويت وعشت في الكويت، كنت في فريج الفضالة في المرقاب، ودرست في مدرسة المرقاب الابتدائية وفي مدرسة حولي المتوسطة بعدين، وبعدين في ثانوية عبد الله السالم، ثانوية عبد الله السالم، وكان ناظرنا بهذاك الوقت جمعة ياسين، وتعلمنا منه بهذاك الوقت الشدة والانتظام. ناظرنا كان من النظار الجيدين جدا جدا. وصار الوقت اني اروح على الجامعة، واروح درست في كلية الطب بجامعة دمشق، وتخرجت 1982. طبعا انا موجود بالكويت طول الوقت الا فترة الدراسة، ورجعت داومت في مستشفى الصباح سنتين كمتدرب، وبعدين تعينت في مركز الفيحة الصحي ب 85 و 86. بعدها كانت معي دكتورة رحمة الله عليها، دكتورة مريم العسعوسي، كانت عينوها رئيسة مركز الروضة بهذاك الوقت، ورحت معها، طلبتني اني اروح معها على مركز الروضة. ومن 87 الى الان وانا طبيب في مركز الروضة. طبعا منها ضمن هاي الفترة كلها فترة الغزو الغاشم على الكويت. بهذاك الوقت فترة الغزو اذا بنتكلم عليها، انتقلنا من مرحلة اني انا كنت مع اطباء، مجموعة اطباء، ظل طبيب او طبيبين، احد في واحد منهم كان معاي ظل اغلب الوقت، والباقي تركونا وراحوا لبلادهم. وانا ما الحقيقة حبيت احكي شغلة لأهل الكويت، بلد تربيت فيها ولو انولدت فيها وعشت فيها طول عمري، لازم خلاص ما عندي ولاء إلا للكويت. هذا ما فيها مجاملة ولا فيها أي نوع من ال يعني شو بسموها المنة. والعمل استمر. طبعا تعرضنا لمشاكل خلال فترة الغزو بالعمل، من زملاء، من حالات خطرة كانت تجينا من إخواننا بالمقاومة. بتذكر بعض الحالات ونسيت بعض الحالات يعني، بس الحمد لله مرت فترة الغزو السبع شهور على منطقتي الروضة بخير وسلامة على الجميع، وكانت من أحسن ما يكون كمتابعة لصحتهم للي تواجدوا في منطقة الروضة. ما أقدر أمدح نفسي أنا، إذا في أحد من الناس اللي تابعوني ممكن يخبروكم أكثر. ودشوا علينا القوات العراقية، وهذا طبعا شيء فاجأنا، وأنا من الناس اللي تفاجأت فيه، ولكن بحكم تربيتي وولائي للبلد طول عمري بالكويت، فأبيت أني أظل في عملي وأتابع الأحداث أول بأول من ناحية الصحية. فارتأيت اني اكون في الدوام، وكبلد لازم اعيش فيها ولازم اخدمها مثل ما خدمتني وربتني وانا صغير، على الاقل اقل ما فيها نكون ونخدمها في هالظرف هذا. احنا دخل علينا محتل ايا كان، فهاي البلد تربيت فيها فهي بلدي. وتابعنا في من الحوادث اللي صارت معانا، طبعا حوادث كثيرة، مش مو حادثة او حادثتين. احد الحوادث ان في من اخواننا بالمقاومة، ما شفت الا في جندي عراقي
جابوا لي على المركز طبعا في حالة خطرة جدا من النزيف لدرجة انه اعتقد بهذاك الوقت كان فاقد الحياة. فاضطريت يعني هي بمجهود شخصي يعني مشان ما تتطور الامور وياخذوا احد من المراجعين الموجودين في المركز، وبصدق وبامانه ركبنا له كل الشغلات اللي لازم تنعمل لمريض عنده نزف شديد من ناحيه الدرب واكسجين، واتصلنا بالاسعاف واجى الاسعاف لداخل الوقت فعلا كان موجود اسعاف واخذوه على مركز الامير لمتابعه الحاله، بس هي الحاله كان فيها وفاة. وشفت إلا بعد دقائق دخلوا شباب على المركز بدون ما أعرف السبب ولا الأسماء، وعلمت إنهم اللي يعني كانت نوع من العملية الفدائية لهم ضد الاحتلال العراقي، وراحوا خلص وانتهى وانتهى، لأن إحنا ما إحنا اللي احتلينا العراق، هم جايين محتلين، فحتما راح في ناس من شباب المقاومة راح تتصرف تصرفات بلدهم محتل وضع طبيعي انهم يدافعوا عن وطنهم. وانا كطبيب هذا اللي قدرت اسويه، حفاظا على شباب المقاومه، حفاظا على الجو الطبي العام اللي في المركز. ممكن تعرضت لشكر من اهل المنطقه المتواجدين في هذاك الوقت وراحت وجات حالات ثانيه، فممكن يكون احد من الشباب المقاومه يكون موجود ويكمل القصة عني. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. هلا حواك. شكرك يا سبحان الله. يا الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل استريح. أحد شباب المقاومة الأخ أبو أحمد هو راح يكمل القصة عني أكثر، قوم بتذكرها أكثر. أي والله أيام 30 سنة تقريبا. أي والله 30 سنة وأكثر شوي بعد. أي والله الذاكرة سو في نفس اليوم هذا أربعة أعتقد أربعة ثمانية أربعة ثمانية قمنا بعملية أنا مع الشهيد عبد الله الدارمي عند محور الروضة تقريبا مقابل الجمعية. فعقب ما قمنا بالعملية عندنا الله يسلمك رحنا على مواقف الجمعية فقاموا بمطاردتنا وتركنا سيارتنا عند الباركن الجمعية مقر الجمعية. فما عندنا مكان آمن إلا المستوصف، فذهبنا حق المستوصف والدكتور ما قصر يعني أرشدنا على الصيدلية وقام هو بمواجهة الجنود، يعني هو اللي قام يكلمهم وقال لهم شنو تبون شنو محتاجين أو شيء، بس أساس يليهم عن تصر الموضوع اللي احنا متخبين فيه بالصيدلية. والحمد لله يعني الله نجانا بفضل هذا الدكتور، يعني صراحة كانت كنا يعني وقتها لو ماسكيننا بالمستوصف كنا انتهينا تقريبا، مجموعة معظمها محاوطة المستوصف بس احنا اللي داخل المستوصف، وبفضل هذا الدكتور تم انقاذ حياتنا يعني ويستاهل صراحه التكريم. وانا من هني اناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه نظر مع في حالات هذا حاله الانسان في حاله يعني صراحه اللي قام فيه امر بطولي شيء يعني لا يوصف، يعني يعني اي واحد ثاني صعب يجابه الجنود الضباط المتنرفزين عقب العمليه وهو يطلع بويهم ويهديهم ويبعدهم عنا، واحنا الحمد لله رجعنا والله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك دكتور، يعني لك الفضل يعني صراحه والله هذا ما ننسى يعني والله انا سعيد ان انتم بخير وعافيه. الله يسلمك الحمد لله رب العالمين، والله يجزيكم الله يكثر من انفارك ان شاء الله والبركه في البلد يا رب. الله يكثر من انفارك صراحه وانت تستاهل كل خير. الله يسلمك. اي والله على اللي قمت فيه يعني صراحه حميت حياتنا يعني كان هذا واجبنا والله يا ابو احمد، هذا واجبنا وان شاء الله نكون ما قصرنا ان شاء الله. الله يجزيك خير. مشكور. الله يسلمك. مشكور دكتور. بمناسبة هذه مناسبة
حبيت أكرم الدكتور عبد الرحمن الشربيني على ما قام فيه من أعمال جليلة تعتبر بالنسبة لنا لي ولمجموعة الشهيد عبد الله الدارمي ومجموعة الروضة. تفضل دكتور. تسلم تسلم شكرا جزيلا استاذ عبد العزيز. الله يسلمك. واللي قمت فيه بالعكس انت يعني خشيتوني. اللي قمت فيه ما باين شيء ما باين شيء. الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله نشوفك بمناسبات ان شاء الله ربنا يجيب الخير للبلد وان شاء الله الامور اللي صارت تنذكر ما تنعاد ان شاء الله باذن الله. مشكور مشكور دكتور شرفتونا. الله يشوفكم بخير ان شاء الله. تسلم تسلم.